الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتعلن عن موعد إقرار الزيادة الجديدة بنسبة 15% في المعاشات. تفاصيل الزيادة وأماكن الصرف من خلال هذه التغطية. أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد إقرار الزيادة الجديدة 15% وفق لقانون المعاشات، وصرحت بعدم وجود زيادة للمعاشات في هذا العام، وذلك لأنه تم إقرار الزيادة الخاصة بهذا العام في مارس الماضي ضمن حزمة حماية اجتماعية. أقر هذه الحزمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إن المعاشات تصرف في اليوم الأول من كل شهر، وأن زيادة المعاشات تقرر سنوياً في شهر يوليو ما لم يتم تبكيرها. وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية إن الظروف الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية وأثار التضخم دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام إلى شهر مارس بدلاً من يوليو. لذلك فإن زيادة المعاشات الجديدة لعام 2024 تم إقرارها في مارس الماضي. تابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن زيادة المعاشات هي التي صرفت في مارس 2024 وكلفت الدولة حوالي 66 مليار جنيه واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن، مشيرا إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض الأحيان لتقديم حزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات مثل صرف مبلغ مقطوع يقدر ب 300 جنيه في شهر أكتوبر لعام 2023، وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشدداً على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية، مشدداً على أنه لم يتم الإعلان عن أي زيادة معاشات لشهر ديسمبر، وما يتعلق بها شائعات لا أساس لها من الصحة، ولم يصدر أي بيان رسمي بشأنها، وكانت آخر زيادة أقرتها الوزارة في شهر فبراير الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة تقدر ب 15% بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء على المواطن. كانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب بعد حلف اليمين في الحكومة الجديدة في يوليو الماضي على أن تكون تلك الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي. وأما عن موعد زيادة المعاشات فبتنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 من يونيو لكل عام، على أن يتحمل صندوق التأمينات الاجتماعية نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وبتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وبتعتبر الزيادة جزء من المعاش عند حساب الزيادة التالية. أما عن طرق صرف معاشات شهر ديسمبر فبتكون من جميع منافذ ATM الصرف وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، وبتتابع وزارة التضامن الاجتماعي مع استمرار صرف معاشات ديسمبر من فروع بنك ناصر الاجتماعي للذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري. أما عن كيفية الاستعلام عن موعد صرف المعاش بالرقم القومي فبيكون عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية،
والدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر واختيار الاستعلام عن قيمة المعاش وإدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية والضغط على عرض التفاصيل. مشاهدينا إلى هنا بتنتهي هذه التغطية، بنشكركم على طيب المتابعة، كنت معكم أنا رنا عبد الرحمن، والمزيد من المتابعة والتفصيل تابعونا على مدار اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.